السلام على المكسور ضلعها، السلام على الملطومة عينها، السلام على المسقط جنينها، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله سماحة الشيخ إبراهيم. حياك الله حبيبي. بشرونا عنكم سماحة الشيخ. احنا بخير ولله الحمد، نحمد الله ونشكره. حياك الله، استفسر ان تسمحون لنا. تفضل بخدمتكم. حياك الله، لماذا الإمام عليه سلام الله عليه لم يرجع أرض فدك إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أصبح خليفة؟ ما أدري يا عزيزي، هذا السؤال مو مناسب في وقته وليس ملائم فيه. طيب أنا خلاص أنا أعتذر يا شيخ، ما هو الدليل على غيبة الإمام المهدي 1200 عام؟ يا أخي يعني أنتوا هاي الأسئلة هاي الأسلوب قاعدين نشوفه يا خلاص أنا آسف، أنا آسف أنا آسف أنا آسف شيخ، ما كنت أعرف أن هذه الأسئلة ستغضب حضرتك. طيب ما هو الدليل على تنصيب 12 إماما؟ لدي كل الإجابات ولكن لا ولديك إجابات، كنت أجبت يا سماحة الشيخ إبراهيم. طب أنت عندك سؤال؟ لدي الإجابات ولدي الجواب القاطع لأقطع حجتك أيضا، ولكن طيب هذه الأساليب الحبيطة لا تنفع. طيب شكرا على موضوع العبيطة ديت، وأنا لن أرد عليك هذه الإساءة. أنت لو عندك إجابات كنت أجبت، لكن شوف أنا من ثقتي بديني لو عندك سؤال حول منهج أهل السنة والجماعة تفضل سأل عما تريد. تفضل سأل عما تريد أنت. اسمعني حبيبي. لا أنا مش وقت مظلومية سمحت شيخ، خلاص دلوقتي شباب الشيعة أصبح عاقل، شباب الشيعة الآن أصبح عن طريق السوشيال ميديا بيستمع هنا وهنا ويرى الحجة فين ويرى من يكذب ويرى من يخترع ديانة سبائية وينسبها لآل البيت. شوف أنا بقول لك لو عندك سؤال سأل عما تريد. اتفضل. اسمعني حبيبي، هذا الأسلوب الحافظ الذي يستعمل ونشره في اليوتيوب وغيره لا يحقق شيء ولا يغير حقيقة. لا والله، أولا هذا ليس أسلوب حابط زي ما أنت بتقول، لا هذا الأسلوب بيظهر العوام الشيعة الحقيقة. ثانيا استخدامي لهذا لإظهار للناس جميعا أن هذا المعتقد معتقد مخالف لما كان عليه آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تريد تعمل مظلومية حتى يظهر للجميع وأنك تستطيع الإجابة، تريد تعمل مظلومية حتى تفسد الاتصال، حتى من يستمع للمقطع على اليوتيوب بيقول إيه، يقول هذا لا يريد. أنت ستتكلم وأنا أتكلم ولن نصل إلى حقيقة. طيب لا هنصل إلى حقيقة. أجب إجابتك وخلاص وسكر الخط، هنصل إن شاء الله. الله أجب، ماذا استفادت الأمة من غيبة إمامك المهدي؟ سؤال آخر هو 1200 عام. تفضل. اسمع، أتعرف لماذا أنا أنزعج؟ لست أول من يتصل. طيب إن كان الهدف علميا فهناك وقت متاح للنقاش العلمي وبأسلوب هادئ. والله لو قلت لك أن يحدث بيني وبينك نقاش علمي لن توافق، إذا كنت قلت لي الآن هذا أسلوب عبيط أو هذه طريقة عبيطة. طب أنا أسألك اتباعك لمعتقد الاثني عشرية عادة أم عبادة؟ أجبني يا شيخ، اتباعك لهذا المعتقد عادة أم عبادة؟ الحلاق أنت هدامني وأنا هناك أساليب علمية. طيب يا شيخ الأسلوب العلمي هو، يا شيخ اتباعك لمذهب الاثني عشرية عادة أم عبادة؟ هو ولا سؤال عندك إجابة عليه سمعت شيخ؟ عزيزي من حقك أن تسأل. طيب من حقك أن تسأل. طيب وأنت من حقك أن تجيب علي يا سمحت الشيخ، أنا سألتك هو، لكن أنت تقول لي وقت أو تقول لي هذه أسلوب عبيط أو المفروض أنت تجيب. يعني عوام الشيعة ما يسمعوا يقولون لماذا علماؤنا لا يجيبون؟ هل فعلا هذا المعتقد مخالف للقرآن؟ هل هذا المعتقد مكذوب على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت تبعك لمعتقد الشيعة عندك دليل عليه من القرآن؟ اتفضل. أسلوب خاطئ جدا يضر طيب الإسلام. طيب عموما شكرا، أولا هو يضر بمعتقد الشيعة لأنه بيكشف المعممين لعوام الشيعة، وأنا أشكر حضرتك أن أنت لم تجب على أي سؤال، وأنا يعني أقول الحكم للشيعي العاقل. وإن كان أنا أكرر عليك، إن كان عندك سؤال في قبل أن أسكر الخط، إن كان عندك سؤال تفضل. عندك سؤال؟
الإنسان يحاجج من أجل الحق وليس من أجل الغلبة. نعم نعم إن شاء الله هذا الأسلوب اللي أنا أحاججك به من أجل الحق ومن أجل إظهار الحق لعوام الشيعة. عندك سؤال حول معتقد أهل السنة والجماعة؟ شوف أنا داخل معك في الدقيقة الخامسة ولا تريد أن تجب، في الدقيقة الخامسة ولا تريد أن تتحدث عن هذا المعتقد، في الدقيقة الخامسة ولم تجب على أي سؤال، في الدقيقة الخامسة ولم حتى تسأل حول معتقد أهل السنة والجماعة. يا رجل ألا يكفيكم الكذب على عوام الشيعة؟ اتق الله، ضيعتم الشيعة حتى شيعة البحرين الذي أنت منهم الآن. يمتلكون علم ويمتلكون دليل ويحترمون إخوانهم. طيب أولا فين العلم وفين الدليل؟ وتاني حاجة إخوانهم إيه اللي بيحترمون؟ وأنتم ترون كل من أنكر إمامة نهديك كافر، كل من لم يؤمن بإمام من الأئمة كافر، كيف تحترمونهم وأنتم تكفرون أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه؟ كيف تحترمونهم وأنتم تقولون عائشة قاتلة لآل البيت وتكفرونها؟ كيف تحترمون أهل السنة أو المسلمين وأنتم تطعنون في القرآن الكريم؟ تحترمون من يا شيخ؟ هذا الكلام كنتم بتضحكون به من قديم، من ايام ابائنا واجدادنا كنت ممكن تضحكون، لكن الان عقلاء السنه والشيعة عالموا الحقيقه، كشفت اموركم امام الجميع. في البحرين جوا متحابا متباين. طب انا عارف ان انت عايز تقلبها سياسيه ونحن متحابين في الجو في البحرين، ونحن ما بنقوم بعمل مظاهرات وما نقوم بعمل ثورات في البحرين وما نقوم بعمل شيء، نعلم وظاهر حقيقته، وانا لا اتكلم في السياسه، انا اكلمك حول هذا المعتقد الباطل الذي يطعن في الإسلام وفي القرآن والسنة. اعتقادك هذا المعتقد هل عليه دليل من القرآن يا شيخ؟ تفضل. النشر العلمي الذي يستند. شكراً شكراً لك شكراً لك شكراً لك. أسكراً أسكراً أنا كما سمعت يا شيعي لن يجيب، لن يجيب. هؤلاء هم السادة الذين تأخذون منهم الدين، لا يستطيع الإجابة. هؤلاء هم معمم البحرين، لا يوجد عندهم معمم البحريني كالمعمم العراقي كالمعمم الكويتي كالمعمم، كلهم واحد، كلهم سواسية. الحكم لك أيها الشيعي العاقل، ورب الكعبة أتمنى لك النجاة وأتمنى لك أن تكون معي في الجنة، نسأل الله أن يرزقني وإياكم الجنة. فأفق أفق من أي، شوف أنا والله أحدث وأنا سير على الطريق، والله لا فتح كتاب ورب الكعبة ولا فتح شيء، لكن نريد أن نظهر الحق لعوام الشيعة، لأن هؤلاء يعني يحاولوا تغفيل عوام الشيعة من عبر تمريرات بعض الشبهات وبعض الأقاويل التي ليس عليها دليل لا من القرآن ولا من السنة.